جامعة القضائية بمراكش كتقترح عليكم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الماسترات اللي تقدروا تدفعوا لها انتم كطلبة، سواء كانت عندكم إجازة أساسية ليسونس فوندامونتال أو كانت عندكم إجازة مهنية ليسونس بروفيسيونيل. ولكن قبل ما تفكر أنك تدفع لهذه الماسترات خاصك ضروري تعرف أشنا هما الحوايج اللي كتركز عليهم من اللجنة باش تدير انتقاء الطلبة باش تعيط لهم يجيو يدوزوا لو كونكور إكري. اول حاجه خاصك تعرف بلي جامعه القضائيه لي كريتير باش كيهزوا الطلبه كيختلفوا تماما على كاع لي كريتير اللي كيعتمدوا عليهم في الجامعات المغربيه الاخرين. اللجنه في مراكش كتقوم بدراسه ملفات ترشيح الطلبه بالاعتماد على مجموعه كبيره ديال لي كريتير. اول كريتير هو لا مويان جينيرال عندك في لا ليسونس، يعني غادي تاخذ من الاس ا حتى الاي 6 وتقسم على 6 وتشوف ليا شحال جبتي في لا مويان جينيرال ديالك. ثاني كريتير هو عدد ديال لي مونسيون اللي عندك، وملي كنقول لكم مونسيون يعني لا مويان جينيرال ديال السيمستر خاصها على الاقل تكون كتساوي 12 على 20. ثالث كريتير هو شحال عدد السنوات اللي قضيتي في الاجازه، واش 3 سنين واش 4 سنين واش 5 سنين. رابع كريتير هو واش كنتي كتفاليدي السيمستر ديالك من لا سيسيون اوردينال ولا من الغاتراباج ولا افي كومبونساسيون. اي لو ديرني كريتير هو واش عندك ليسونس فوندامونتال ولا عندك ليسونس بروفيسيونيل، حيت كل واحد كدير ليه التريتمون ديال الدوسي ديالو في شكل مختلف على الاخر.